مبسوط ها؟ طبعا مبسوط. طيب ان شان الله روح نادي اختك. إيه اسمع، صحيح نسيت اقول لك، شو يا ابو الشباب فتحت لك بوجهه شوارع. قول شارع، شارعين، ثلاثه، الله لا يعيننا على الزلال، بجوز خمس شوارع. ولا انا ديبك شو تفكر؟ انت زلمه يا حبيبي، زلمه رجل ولا كل الرجال. الله يسلمك. بس من شان الله روح نادي اختك، خليني احكي انا وياها شوي. لا هي ابو نسب، لا هي ابو نسب، شو لحقت تزهق مني؟ اسمع بدي احكي لك هالنكته كمان. هذا في مره، ايش مالك؟ احكي احكي سامعك. انا شايفك زهقان. لا لا بالعكس، بدي اخليك تفرفش هيك شوي. هذا في اثنين، واحد مسكين والثاني لئيم. كويس. ايوه. حكم عليهم بالاعدام الاثنين. قالوا للمسكين، قالوا له شو اخر طلب بتحبه؟ اللي بقول لهم اشوف امي. اجل لئيم سالوا قالوا شو اخر طلب؟ قال ما تفرجوهوش امه. ايش مالك؟ مش حلو؟ حلو بتجن دبل. اسمعني، انت بدك تذلك ملزق فيا ابوسك ها؟ مشان الله روح نادي اختك. يا عمي مش مني، مش مني، هذول هم قالوا لي كل ما يجي عاصي خليك معه، هذا قرارهم. مش انت زلمه؟ طبعا. وإلك شوارب؟ اقنعهم، احكي لهم بده يقعد مع خطيبته. غلط. صدقني انا ما إلي كلمه هسه، بعدين بصير لي كلمه. ان شاء الله بدك تطلع معنا بالجهاز. انا بدي اطلع معكم بالجهاز. حلو. بعدين انا بتعرف امتى كلمتي؟ كلمتي بتصير لما تتجوزوا. لما نتجوز؟ وبدي استنى. طبعا. شو ايش مالك؟ بدك تروح تنادي اختك ولا لا؟ لا هي ابو نسال. شو مالك؟ شو بدك تناديها؟ خلص خليك قاعد، هي تمرجح. اسمع احكي لاختك ببعث لها رسائل، ماشي؟ هي بدي ابعث لها رسائل. اوكي حلو، وصل لها. حلو. بعدين اسمع، ايش بالنسبه للرسائل؟ انا اللي بدي استلمهم. كمان بدك ولا بدي اعرف شو فيه؟ بدهم مروا على الرقابه يا زلمه. عندك؟ طبعا. شو حلو كثير. حلو. سلم على اختك ان شاء الله، سلم عليها. الله لا يوفقه. امتى بدي اطلع فيكي؟ امتى؟ لا يا جاسر، ما إلك حق ابدا. لا يا جاسر، ما لكش حق ابدا. يا بنت الناس، يا بنت الناس، هلكتني تلفونات، كل شوي تلفون، كل شوي تلفون. انا بدي اقضي حياتي كلها على التلفونات، صدقيني بعد 100 سنه على التلفونات ما واحد بيقول لي يابا. طيب شو فيها يعني؟ كل ست في الدنيا بتحب جوزها يدللها وسمعها كلمتين حلوين. بحب يدللها وسمعها كلمتين حلوين. انا مستعد بس احكي لها مليون كلمه حب، بس مش على التلفون. انتوا حاله ثانيه يا جاسر، سببها عنادك من جهه وامها من جهه ثانيه، وعشان الحال يتعدل بينكو لازم تتعاملوا مع بعض كأنكو خطاط. كأنكو خطاط؟ كأنه خطاط؟ ايه يا زلمة، بقعد لك بيحكي نكت بتمرض. شو حكايتك انت كمان؟ بده يطلع معها بالجهاز. مين هو؟ فايق، هذا فايق اخوها، وطول ما هو طول ما انا خطيب اخته راح يضل فايق، ما راح ينام ابدا. بسيطة بكرة بتتجوزوا وبتنتهي هالمشكلة نهائي. بنية ما يضحك. ما اظن. يا الله يا كريم، الله يمسيك بين ورده. يا يابا، الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. كيف خير يابا؟ يسعد مساك يابا، يسعد مساك. شو مالكم؟ لا ابدا، بس كانوا يحكوا يابا على قصه. نحكي وبنسهر وبنتسلى ومبسوطين، ما في شيء. يا عم تحكي له ايش تكذبوا انتم؟ شو كانوا شو يا بابا تقول؟ يا حلمي روح سوي لنا شاي. انت يابا ما بدك تترك هالعادي، اتركك من العادي. كيف حالك يا باشا؟ كيف لهيتك؟ اعمل لك عشاء يا فندم. الله يسعدك، مية جوع، سوي لي عشاء وهي راجعة. ايه؟ في عشاء؟ اسمع، تعال. تعرف؟ هسا راح اسوي له عشاء غير العشاء اللي تعشيناه، بدنا نتعشى معه. عن جد؟ وعلى سيرة العشاء. ايوه. هذا مرة واحد اثنين ثلاثة دخلوا المطعم يتغدوا مقلوبة، كيف طلعوا من المطعم؟ كيف؟ ثلاثة اثنين واحد. تفضل. يا ريتك سألتيني قبل ما تعمل القهوة. يعني ما بدها؟ انت لسه ناوي تتركيني؟ محتارة. شو اللي محيرك؟ أوقات بحسك طفل صغير مش مسؤول عن تصرفاتك، وأوقات ما بقدر أتحملك. أنا لو محلك بسلم بالأمر الواقع،
كيف يعني؟ يعني أنا هيك وراح أضل طول عمري هيك وما راح تقدر تغيريني. بدك مني إشي؟ ما قلتي لي على شو نويتي؟ نويت أتعامل معك بالطريقة اللي بتتناسب مع عقدك، يعني أنا معك لحد ما ألاقي وظيفة أحسن، مصلحتي فوق كل إشي، مش هذا هو المنطق اللي أنت بتحكي فيه دايما؟ أخيرا قررتي تظهري على حقيقتك. تفضلي فنشوف فنك. تفضلي. صباح الخير. صباح النور. هلا ما وجهك مجعلك هيك؟ ما فيش اشي، هاي ناجح جوا. اكيد بنكد عليها ابو نكد، ما انا عارفه نكدي. اسمعي يلا بدك تسلمي عليه انت ولا لا؟ امشي ادخل له هسه بلحقك. بس ما تتاخري هون، هذا مش راح يعجبه ابو نكد اللي عملناها. ما تتاخري يا ماشي؟ صباح الخير يا نكد. حربي شو اللي جابك؟ كنت هون عند جارك تبع مكتب تأجير السيارات، اتفقت معه على شغل. شو؟ ليش عملت هيك؟ اجمال ليش ما سألتني انا في الاول؟ هسا بيحملني ألف جميلة على عملته معك. طبعا اكيد فهمك انه ما عمل هيك الا عشان خاطري. ليش هيك يا حربي؟ ليش؟ هي انقطعت مكاتب تأجير السيارات من البلد، ما ضل غير جاري تاخذ من عنده. ايش فيها يعني؟ ايش فيها اذا عمل لك خاطر؟ ايش فيها؟ ولك هبيله انت؟ هبيله انت؟ اترك. انا بسببك هسه صرت مديون له، يعني ما بقدر ارفض له ولا طلب. على كل حال هذا اللي صار. انا فاهم، هاي مش عملتك انت، مش افكارك. اكيد هي اللي وزتك وشجعتك. نهيل مش هيك؟ خالتي نهيل. هي عند علا برا. شو؟ عند علا. شو اللي جابها؟ جت معي. شو؟ حلو ممتاز. الله يخليك. يعني عرفت كل مكاتب العمارة عمارة ابوك. شو شاطر يا حبيبي. الله يعطيك العافية. وين يا نكد؟ نكد شو تشكيلها مني؟ شو بدها تسوي لك يعني؟ ليكون بدها تاخذ لك حقك مني؟ لا اسمعي، هاي مرت ابوي وبس، وما لها كلمة على حدا غيره، فاهمة؟ شفتي علا؟ مش ناجح اللي بيستحق دمعة واحدة من عيونك. استردي كرامتك ودوري على اللي بيستاهلك أكثر منه. يلا يا حربي. كثير حلو. عظيم. أنت لأول مرة بتحكي معي بهالأسلوب. لأني لأول مرة بحس إنك بتاخذ من وقتي أكثر بكثير مما بتستحق. يلا يا حربي. يلا يلا يلا. تعرف يا أخوي يا ناجح، انت بتستاهل البهدله. ايوه بتستاهلها، وبتفتح تمك ولا كلمه. اوعى. تعرف انا فعلا كنت محتاجه اسمع هالكلمتين اللي قالت لي اياهم حتى اقدر اخذ قرار. انا فعلا لازم استرد كرامتي. اسبوع واحد يا ناجح، اسبوع واحد مش اكتر، وما رح تعود تشوف وجهي هون مره تانية حتى لو ما لقيت سكرتيره. إذا ما بتحكي بسكر الخط. يا
حركات الفرطة هذه ها؟ كيفك حبيبي؟ مشتاقي لك. وأنا أكثر. حابة أشوفك. بخاف حد يشوفني وبعدين يحكي للماما. لا تجننيني، هسا باجي على بيتك وبقلب الدار على اللي فيها، سامعة؟ وباخذك لبيتك غصبا عنك. طيب خلص خلص. يعني ما بتقدر تكون رايق أكثر من نص دقيقة؟ مو أنت بتقولي كلام بيطير العقل. سلامة عقلك. ما بتحب أشوفك. شو رأيك؟ عساك في السير. جاسر. طيب اختاري وأنت قرري، المهم إني أشوفك. حبيبي ليش إحنا هيك حظنا؟ قصر نظر بعيد عنك. بيني وبينك ما كنت عارف أمك، لو كنت عارف أمك من أول ما كنت قربت عندكم. خلص شكله ما في فايدة فيك، بطلت أشوفك. ما تزعلي حالك، أنا قلت اللي بقلبي، المهم انسى قولي لي وين أشوفك. أنت عارف وين. الله يسامحك انا قزيت. شوي ابو نسمة بس ما بلشناش من اولها هيك بتخليني احاسب عنك. سلامة خيرك يعني انا ما معيش، لو معي كان ما طلبت منك. عيب بعد... عيب فايق. شو عيب؟ ما فيش معي. وبعدين حسبته 4 دنانير، طلع العداد 3 دنانير، شوي هيك طلع العداد 3 دنانير واعطيته دينار زياده. يا حرام قاعد يشكي، كلهم بشكوا. لو سمحت 4 دنانير. ماشي يا ابو نسمة، سجل على الدفتر عندي. انو دفتر؟ خلي نهار يمر على خير وهات 4 دنانير. خلص يا فايق. استنى شوي. ماشي تفضل يا استاذ. يسلم. 10 ليرات. خلص سجل 6 انت على الدفتر. عمري كيف شايف هالمكان؟ كثير حلو. ايه بجنن، صدقني انه هواء برد الروح. يلا شو رايك نروح نقعد هناك؟ يلا الحقني هون 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 هون. روحي لغادة شوي عشان ما تخليلوش مجال. ايوه تفضل. تفضل. ايه شو مالك زعلان يعني؟ يا سلام ما احلى القعدة بالنص. شو الموضوع؟ ايش شو بتحبي تشربي؟ إيه عصير، هسا عصير واجل الغداء بعدين. صح ابو نسب. ايش مالك؟ شو رايك تاخذ 100 دينار تروح تتغدى في العقبة سمك؟ يا فاير روح اتغدى بالعقبة سمك. شو هاي نكتة ولا سمت بدن؟ شايفه بده يقلفعني حضرته. بسيطة. طيب اسمع، روح جيب لنا 2 عصير. 2؟ ما احنا 3. 3 عصير 3. بس يا ابو نسب تؤمر امر، بس يعني ايش بدي اقول لك؟ طيب كيف بدي احملهم؟ انا لي ايدين تنتين، بس ايدي تنتين، والثالثة منين بدي اجيبها؟ دبر امورك. واحد يروح معاي منكم. يلا قول. دبرها يا ابو نسب، دبرها، خلصنا. كل الحق عليك، قلت لك اجي انا وياك لحالنا، ما رديت علي الا تجيبها معنا. بيني وبينك اكبر غلط اني جبتك معنا. ليش؟ هيك احكي لك. خليك قول. ايه وين رايحين؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. منغلبك معنا. انت اكثر واحد مغلبني. انا؟ مش ممكن. اي انا شغل ماخذ كل وقتي، حتى ما قال في اخواني بطلت اعمل. أنا ما أقنعت أبوك تفتح كراج وتشتغل لحالك مشان تغش الناس وتضحك عليهم. أنا؟ الله يسامحك. اوعى تحاول تنكر، كل أعمالك بتوصلني. هذا فوزي الطافي اللي حكالك. فوزي أهبل ما بفرق بين الغش والشطارة. أعطيك مثل، اتفقت مع صاحب الكراج اللي جنبنا يعطيني 25% خصم على كل قطعة غيار بشتريها منه. الزبون هيك دافع نفس القيمة، شو فيها هاي؟ غش. والبركات اللي بتزيد عيارها، وسلك البطارية اللي بتضعفه، وصمونة مش عارف شو اللي بتخليها تنقط زيت وتحرق السيارة. وال هذا أنا مجرم؟ أنا مش عارف. صدقيني فوزي بكذب بكذب. أنت مش عارفة إنه بكذب يعني؟ بعدين إذا حابي تتأكدي تعالي داوم معي في الكراج، أنا مستعد. هادي أنا بحذرك مش أكثر، وأي خبر بيوصلني عن ألعيبك رح نقوله لأبوك فوراً، وإنت حر عشان ما تقول إني أنا ما حذرتك. لا هذا ظلم. أنا هسا بس عرفت ليش ما كان عاجبك الشغل مع حربي. أنا فعلاً ندماني إني أقنعت أبوك وخليتك تشتغل لحالك. أنا رايح مع حربي، بدك إشي؟ أي أنا اللي بدي إشي، خليك بدي إياك اليوم. لا يا حبيبي ما باجي عندك، أنا مش ناوي أهضم اللي أكلته. بعدين أنت حربي بنام وبرتاح لما يخلص الدوام. جاسر رجع ولا لسه؟ لا والله عاصي كمان.
يلا سلام. اتفقنا يا هادي؟ ما تكوني إلا راضية. احنا كم مرة تقابلنا. سلام. الله معك. أبو نسب. نعم نعم. في عندي اقتراح كثير كويس لك. اقترح، خذ راحتك. شو رأيك نلعب الطماي؟ شو نلعب؟ الطماي. إيه؟ جد؟ وإذا مسكتني إلك مني عش أحكي لك 50 دينار. 50 دينار مرة واحدة؟ مرة واحدة. شو رأيك؟ موافق. موافق. آه بس أنا عندي اقتراح. تفضل. بس واحد منكم بروح من هون، واحد بروح من هون. طيب اسمعني اسمعني. خلاص أنت روح عد وما عليك. أكيد؟ أكيد. طيب خليكي هون. أمان أمان خلاص ما عليك توكل. بعد للعشرة. عد. أوكي عد. أوكي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلص؟ والله أنا خايف سووها وفلوا وضحكوا عليك يا فايق. إيه؟ والله لو إني بفتح بمندل مش راح أطول. وأخيرا يا عمري. قعدنا لحالنا. واخيرا. شو هالفايق هذا؟ شو هالفايق هذا؟ هذا اخ هذا يا بي ما ازنخ دمه. بدك تتحمله، اخوي قلبه طيب، بس هو بحب يمزح كثير. تعرفي؟ اه كيف؟ زي الكفتة على الرغيف. 50 دينار ابو نصر، هي انا مسكتها. طلع لنا. يا سلام. اسمعي، قبل ما نطلب اي شيء، قبل ما ناكل اي شيء، احكي لي وين نروح. يعني وين بدنا نروح؟ على البيت. بيتنا؟ تبكير على بيتنا بعده ما انبنى. اللهم طولك يا روح. أطباعك صايرة غريبة، يعني ساعة رايق وهادي وما في أحلى منها، وعشر ساعات مثل قبل. يا ناهدة، يعني عجبتك هذه العيشة؟ بإيدك أنت تغير من حالك. لا وأنت الصادقة، بإيد أمك مش بإيدي. طيب قط صوتك، قط صوت الناس حوالينا. تعرفي شو عندي حل؟ الحل الوحيد إني أتجوز مرة ثانية. بطلت ما بدي إياك توصلني. اقعدي اقعدي بلا هبل اقعدي. اتركي إيدي. بكسرها، بكسر ايدك وانت عارفه عن لا تتريلا اللي بعملها. طيب انت ما بتنطق اصلا. يا ناهده يا ناهده، بدي اياكي تفهمي شغله واحده بس، البيت اللي بنبنى في العماره الجديده ما لك فيه اشي، انت مكانك الوحيد في المزرعه، فما شو معنى المزرعه؟ يعني مع ابويا ومرته نهيل، ومليون مره زيك ما بدل ابويا ومرت ابوي، سامعه؟ بطلت اطلع معك لحالنا. مجنونه مجنونه. طيب ضلك تبقني هيك، شو فكرني مثل الصخر اللي بدق فيه ليل نهار؟ بدي اراضيك، شو اطلب لك اكل؟ طيب اسمعي، بعد ما اتغدى بدي اروح على السوق اشتري الذهب، اشتري كل شيء بدك اياه. ما بدي لا اتغدى ولا تشتري لي ذهب. شو عم تضحك علي انت؟ خلاص برضو خلاص نتغدى لو سمحت. يلا اطلع اطلع اطلع، لف لف ابو نسب لف، روح تعيش وتاكل غيرها. وين ابو نسب؟ اخ بس لو ابوك سماك نايم مش فايق. احلى فنجان لاحلى معلم. ليش سارح يا معلم؟ تفضل. اسمع يا صبري، بدي احكي لك شيء. احكي. فوزي اخوي لسانه طويل وبضل ينقل اخبار، دير بالك تجيب له سيره اللي بنعمله هون. ها ليش؟ خلص بدون ليش، انت دائما هيك مخك مقفل. ليش ليش تحكي له؟ شو بس؟ طب تفضل اشرب قهوه. تفضل. لا معلش اشربوا انت، بتعرف نشربش من تحت ايدين بعض. نفسي افقع ومقلب مرتب. بكفي يا ماما بكفي، من ساعه ما رجعت وانت بتحكي بنفس الموضوع. ما تعبتي راسك؟ ما وجعك؟ ركي بدي ارتاح. كيف بدي ارتاح وانت زي الهبله، كلمه بتجيبك وكلمه بتوديكي؟ كل هذا لاني تغديت معه غدا وشمت هوا وهدية. كيف بده يشتاق لك وانت طول الوقت معاه؟ ولك بهالطريقة عمره ما راح يفكر يفتح لك بيت. شوفي شوفي مالكو صوتكو طالع. ليش هو في غير موضوعي انا وجاسر؟ حضرتها زعلانة لاني طلعت اتغديت معه ولاني قبلت منه اسوارة هدية. طبعا يا حبيبتي بدي ازعل، لانه حضرة جنابك مش محتاجة لا غدا ولا هدية، انت محتاجة بيت. فاهمة ايش يعني بيت؟ بعدين مع هالعيشة. اي والله طلعتوا لي روحي. انا ما غلطت. لا اغلطتي. اقول لك
اعتبرينا لسه خطاب. عجبك هبل أختك؟ أنا عمري بحياتي ما شفت واحدة عائلها صغير مثلك. على فكرة أنا رح أضل أقابله وأقبل منه هدايا، ورح أضل ألوم نفسي مليون مرة لأني مو قادرة أعيش معهم مثل نهيل. هي بإيش أحسن مني؟ بإيش؟ ولك هبل اللي يهبلك، عاجبك كلامها المجنونة؟ والله يما ما أنا عارف شو بدي أحكي. الحكي معك بطل يجيب فايدة، بطل يجيب فايدة. أنت كمان ضدي؟ أما أنا هبل صحيح، طبعاً ضدي، كلهم ضدي. أنا بس نفسي أعرف شغلة واحدة، هدول الأولاد لمين طالعين؟ فوزي خذ الشاي ضيف إخوانك. على رأسي. وين رايح؟ هات 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 جاي. طيب بديش أشرب شاي أنا. نجح أنت زعلان مني؟ مش راح أقوم، بدي أسمع كل شيء. المفروض إنه إحنا عيلة واحدة، إذا في إشي يحكي قدام الكل، حتى لو زودتها بكلمتين ما راح أزعل منك. بقطع لسانه وبعلقه بإذنه إذا بيسيء الأدب. من يوم ما دخلت هالبيت وأنا بتحاشى وجودك، وبرفض أسمح لك تتدخلي في أمور الخاصة. أنا ما تدخلت. والكلام اللي حكيتيه لعلا؟ علا صاحبتي. نعم صاحبتك؟ من إمتى؟ من أول ما شفتها. على كل حال هذا مش موضوعنا، أنت حرة، إن شاء الله تصاحبي نسوان الدنيا كلها. أنا قصدت الكلام اللي حكيتيه لي اليوم قدامي. أنا ما حكيت غير الحقيقة. أنا حقيقة؟ ناجح وطي صوتك عيب. الله يخليكم يا جماعة، من غير مشاكل، من غير مشاكل إذا سمحتوا. اسمع كذب، أنا عمري ما سمحت لحد يتدخل في أموري الخاصة. هذا آخر انذار بوجه لك إياه، إذا بتتدخل في أموري لا تلومي إلا نفسك، مفهوم؟ نجح، ممكن تفهمني ليش بتحكي مع حبا الطريقة؟ بتتدخل في أموري الخاصة، بتحاول تقتحم حياتي. اليوم أهانتني في المكتب قدام السكرتيرة. يابا ما ترد عليه، ما ترد عليه، أنا كنت معها اليوم. ناجح أنا يمكن أكون حكيت كلمتين ضايقوك، لكن ما كان قصدي أجرحك. أنا قصدت من وراهم الخير بس مش أكثر. كل اللي بدي إياه أنبهك وأوعيك. أنا واعي ومش بحاجة لمين ينبهني. بعدين تنبهيني من شو؟ أنت نفسك مش عارف شو اللي بدك إياه، قاعد بتتعب وبتتعب كل اللي حواليك. مش شغلك ناجح. لآخر مرة بحذرك، احكي بأدب، احتراما لها واحتراما لعلاقتي معها على الأقل. علاقتك معها بتخصك انت لحالك، بعدين هاي العلاقة انت اللي فرضت علينا من غير ما تاخذ علينا، وانا ما تعودت ابدا ارضخ لأي اشي ينفرض علي مهما كان، خصوصا المدام. اخرس! بكسر راسك، بكسر راسك اذا قلت ادبك مره ثانيه. فرج قلي ادب ما بتسهي. فرج شو اللي عملته؟ خلاص ما تفتحي معي الموضوع، خلاص. يا ابويا اسمع الصبي، خلاص اتركي. حسبي الله ونعم الوكيل. شو اللي بتعمله ناجح؟ ما شاء الله اهدى، انا ما دخلت البيت عشان افرق بينكم. اسمع يا مدام، انا ابوي عمره ما مد ايده علي، هاي اول مره بعملها. انت طمعانه في كل شيء، انت ما بدك حدا فينا في البيت المره. طيب اهدى اهدى، هذا الحكي بنحكي فيه بعدين، انت بس رجع اوعيك واهدى وخليك قاعد. انا لا يمكن اقعد في البيت دقيقه واحده بعد اللي صار، خلاص. مشان خاطري يا ناجح، مشان خاطري. انا اللي برجوك تعلي عني، خلاص. فرج قوم شوف ابنك بضب بأواعيه وبده يترك البيت ويمشي. خليته
كيف يتركه؟ عشان خاطري يمنعه، عشان خاطري. شو يعني مشان خاطرك؟ بدك يعني اقعد ابوس في راسه؟ اللي بده يطلع يطلع. مش هيك يا فرج، انا ما كان قصدي يصير اللي صار هيك. روح احكي معه وشوفه. الله يرضى عليكي، ما زعليني منك. بده يطلع يطلع، وين ما يروح يروح. يا ستي بعتبر بالناقص ولد، بكفيني ستي، وانا بدي احكي لهم ام صغار وام كبار. خلاص جاسر، اخوك يا جاسر، اخوك بضب بأوعيه، بده يترك رجعته ويطلع. لهيل لهيل اهدي، لا تخافي، يعني وين بده يروح؟ خلص لا تخافي، هو اصلا ما بقدر يترك البيت بالمره. انت شو اللي بتحكيه؟ امنعوا يا جاسر، الحقوا امنعوا عشان خاطري. امنعوا يا جماعه، لا تخلوه يطلع. انا ما قصدت اضايقه، صدقوني انا ما قصدت اجرحه، وبوعدكم ما راح اتدخل فيكم ابدا، ما راح اتدخل في اي حدا فيكم. لو مهما عمل روحوا احكوا له، بس لا تخلوه يترك البيت. الله يخليكم، لا تخلوه يترك البيت. رايح وترك البيت للمدام، تسرع وتمرح فيه براحتها. ناجح، انا خابر براسك في شويه عقل، لا تخليني اكسره مشان اعدله. شويه العقل اللي بتحكي عنهم طاروا. السلام عليكم. ناجح ناجح، الحمد لله. فايق مش هون. يا سلام. نقصتك؟ لا بسيطة. شو يا مسهل؟ ولا اشي، كنت زهقانة وحبيت اتمشى. تتمشي؟ طيب شايفتيني نشيط اليوم انا؟ كتير مش شوي. صدقيني اخذت اجازة من الشغل عشانك وعشان حبيب قلبي عاصي، بحبه كتير، ما بصدق وانا اشوفه. يعني مش ناوي تروح اليوم على الشغل؟ لا قاعد لكم، انا فاضي لكم اليوم، الك والعاصي. فيش عندك مشوار هيك ولا؟ لا لا ما في. فوتي فوتي سوي لي كاسة ليمون. فوتي. مصمم؟ طبعا فوتي يلا. بتروح تقابله من ورائي. شو بدات بان مي بحاره السقايه؟ ما شاء الله. فوزي بدي احكي معك. يا زلمه حل عني، بعدين قوم من جنبي بردت. هادي بدي احكي معك. صباح الخير يابا. صباح الخير يابا. فرج، اليوم بتروح ترجع ناجح، وليش لا؟ اذا انت ما رجعته مين بده يرجعه؟ وبعدين انت ضربته كف. ليه اللي وقفت على هيك؟ على قله ادبه كان لازم اضربه 100 كف. خالتي انت ليش بتعبى حالك؟ عمره لا يرجع. وبعدين معك تحكيش هيك، بزعل منك. ها على فكره، بيني وبينك انت محمل الموضوع اكبر من حجمه. خلص ولا يهمك، انا برجعه، ما هو احنا اثنين مثقفين ونفهم مع بعض. يا اخوي جاسر معلش، انا بدي اوصل مشوار صغير. ماشي، هو تطلعش فيه هيك، انا مشوار صغير عندك. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا اخوي الموضوع مهم وانا لازم اعمل اشي. سلام يا زلم. انت اللي بدك ترجعه؟ اي هذا موقف في حال مقلب. مره واحد اكل مقلب ثقل. تعرف انه وجهك بارد؟ بتعرف لو ابوي حكمني فيك بضربك كف خليك تعد سنانك. روح على صاحبك فايق. روح شغله مش مدونه. اهم امشي امشي. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه شو هاد يا عمي؟ انا زعلان زعلان على النقد. شو مالكم انتوا؟ يسلموا ايديك. مالك يا مرت ابوي؟ بشوفك متأثرة. لا تتأثري ولا على بالك، ناجح ما بيقدر يبعد عنا كثير، يومين ثلاثة بتلاقيه هون. ليش أنا رح أقدر أصبر ليومين ثلاث كمان؟ لازم تقدري. حتى لو بقدر أنا مش لازم أوافق، ما بدي إياه يستحلي العيشة برا بيته. شو يا مرت أبوي، مش أنت صاحبة الفكرة أنه أبوي ابن العمار؟ يا جاسر افهمني، لما ناجح يتجوز ويطلع من بيته ويسكن بالعمارة معاكو بفرح له، وبفرح لأي واحد فيكو بيفتح بيته بيكون أسرة. لكن يطلع من بيته هيك عزابي وبالطريقة هاي، لا لا ومليون لا. فاهمك فاهمك وفاهم كل اللي بدك تحكيه ومن قبل ما تحكيه. المهم يا ستي اللي صار صار، أنا ماشي. بدك مني إشي قبل ما أمشي؟ سلامتك. طيب خليني أشوف أبوي، بلكي بده إشي قبل ما أطلع.
أخ طبشتني فايك؟ ليش بتخبي؟ حبيت أعمل لك إياها مفاجأة يا أحلى أبو الناس، يعني مفاجأة بقولولها بالإنجليزي السسبنس. بعدين يا رجل هالقد أنت أحول؟ باب مترين ونص بمتر ونص تخبط راسي بالحجر؟ أحول؟ ذكرتني على سيرة الأحول، واحد أحول ضرب بلنتي جاب جول لما عدو على البطيء طلعت أوت. قل لي شو سبب الزيارة هاي؟ عرفت بدون ما تحكي، أكيد أنت جاي تزورني. صدقني أنا حكيت لأسماء قلت لها بس يشوفني عاصي رح ينبسط كتير ويفرفش كتير. طبعا ما أنت جاي تزورني أنا صح؟ احكي لي يا فايك، أختك بتجيب سيرتي بتحكي عني إشي؟ هي بتسترجي تجيب سيرة شاب وأنا موجود؟ بس أنا مش أي شاب، أنا خطيبها. اهلا خطيبها، اسمع تحكي لك لما تصير ببيتك وزوجتك بعدين بتفكر تجيب سيرتك قدامي، فهمت؟ هاي فكرتك عني؟ يا زلمه تركنا من اسماء هسه، هي لو انها مش معانا كمان بتجيب سيرتها وكأنها معانا. انا بدي اعرف شغله واحده، ليش وافقت علي وعندها اخ مثلك؟ يا ترى في بيني وبينها طار قديم وانا مش عارفه. يا بي ما اخف دمك يا ابو نسب، كنا خلطه بمي. اسمع اليوم انا فايق شخصيا قررت انه اقضي نهار كله معك يا حبيبي. كملت؟ لا يا ابو نسب، شو مالك اليوم؟ مش طبيعتك، ليش معصب؟ معك حق، انا اليوم مش طايق حالي. انت بس احكي شو في، فضفض لحبيبك، انا حبيبك فايق، فضفض. نفسي افضفض بس مش لك ولا لمين. الله يخليك يا فايق، حل عني. الظاهر يا ابو نسب انت مشكلتك كبيره، ما قالوا لك عني انه انا حلال العقد والمشاكل؟ فضفض احكي لي شو مالك. بصراحه عندي اخ اليوم ترك البيت واول مره بنصير سته مش سبعه، وعامل لي هاي مشكله. ايه الحل عندي؟ اقول لك انا بقترح توصل الحكي هذا لابوك انه بقيت اخوانك كلهم يهجوا احسن. طب رو يا بي لو انك مش ابو نسب كان ورجيتك، مع انه انا معطيه الحل الصحيح. علا ليه اللي جيتي؟ الناس بتحكي صباح الخير بالاول. يا ستي صباح الخير. صباح النور. اعملي قهوه للسيد ناجح، هي المي على النار. شو بشوفه جاي بكير اليوم؟ الصحيح كان نايم جوا المكتب وطلب مني ادور له على شقه مفروشه. شقه مفروشه؟ طيب طيب على كل، انا بعمل القهوه وبشوف. صباح الخير. اهلا يزن، صباح النور. مستر ناجح جوا؟ تفضل هيو جوا. لحاله؟ لحاله. اوكي ثانكس. اهلين. صباح الخير. هلا. شو اللي جابك؟ بصراحه يا اخوي انا محتاج مبلغ صغير وما بدي اطلب من ابوي، انا بدي اياه منك. اسمع يا يزن، أنا اشتريت قطعة أرض وحطيت فيها كل المصاري اللي معي وزيادة، لما أبيعها بعطيك اللي بدك إياه. أخوي أنا ما بدي مبلغ كبير، كل بدي إياهم 40 50 ليرة بس. بس؟ كثير صح؟ برضو أنا بقول كثير. معك 40 ليرة؟ هاي 60 دينار. تأخذهم وجهك بدي أشوفهم. أنا زيارات الشغل هاي أنت عارف بحبهاش. ولا يهمك أخوي. بس بليز ممكن أحكي لك ملاحظة؟ تفضل واختصر. انت يعني صاير دمك ثقيل وما تنطق. طيب امشي من هون. امشي. طيب 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 طيب. والله خلفه. نهيل؟ انا عم بحاول اقنعه بس راسه يابس مش راضي يقتنع. طيب روح لشغلك واوعى تقول لحد انك شفتني هون. اوكي اوكي اوكي. صباح الخير. أهلين. شو اللي عملته يا ناجح؟ أنت كيف بتنام برا بيتك؟ ها خايفة علي؟ خايفة على ترابطنا الأسري من التفكك؟ لا طبعا، أنا بعرف شو بعمل، بتمسكن لأتمكن. أنا بتظاهر أني إنسانة طيبة وحنونة
لكن في الحقيقة أنا أنانية وما بحب غير نفسي. دخلت عليكم ولقيتكم غرقانين بالحب والترابط، لقيتكم أسرة قوية ومتماسكة. كيف ممكن أفرق بينكم وأسيطر على كل إشي؟ كيف؟ في البداية تعبت، لكن هسه بديت أنجح. أول وأصعب خطوة نجحت فيها وقدرت أبعدك أنت بالذات عن بيتك. حلو، بشوفك صرت تلعبي على المكشوف، يعني عم تكشف أورايك أول بأول. ما ظل في سبب عشان أخليها مخبية. ومين قال لك أنا مخبية؟ أنا كنت فاهمها وواعيلها منيح، وفاهم يا نهيل كل خطوة بتفكري فيها. شو الفايدة؟ أنت عامل حالك إنسان ذكي واعي وبتفهم، وسمحت لنفسك تحقق لي غرضي بسهولة. أنت كيف تترك بيتك يا ناجح؟ كيف تستسلم؟ كيف تسمح لي أنتصر عليك؟ احكي. أنت شو بدك بالضبط؟ أرضيك، أرضيك، مستعدة أترك البيت إذا بدك. أنا سمسار عقارات وبعرف أحكي، بس أنا بعتبر نفسي تلميذ في مدرستك. بالمناسبة أنت كثير شاطرة. أنت لأمتى بدك تظلك تشك في كل اللي حواليك؟ لأمتى؟ بالمناسبة أنت كثير شاطرة. أنت جاية تعطيني محاضرة وتسمعين هالكلمتين؟ مدام نهيل، منيح اللي اجيتي. أنا قدامي الآن سعولة، سمعتك كلمتين جرحوك وخلوك تترك البيت، مع إني قصدت من وراهم الخير مش أكثر. أنا بعترف إني غلطت في حقك وما قدرت الأمور صح، لأني غلطت فيك قدامها. بعتذر منك قدامها، وكل اللي بتمناه إنك تقبل اعتذاري وترجع لبيتك. يا ستي اعتذارك مقبول، بس على البيت مش راجع. انت ما في فايدة من الحكي معك. لو عندك الشجاعة الكافية، لو انك فعلا مثقف، بتراجع دكتور نفساني، لانه اصلا ما في حدا غيره بيقدر يفيدك. مرحبا منار. اهلا منار، بدي احكي معك بموضوع مهم كثير. تفضل. شكرا. يسلموا ايديك. منار، انا فكرت باللي حكيتي وفكرت بوضعنا، وبدي نتعاون حتى نحقق حلمنا. وانا جاهزه، بس انت احكي هالكلمه وريحني. منار خلص، انا قررت اتقدم لك. واخيرا منار، بس بدي تعاونيني على هالشغلة. أنا وحيد أمي وما بقدر أتخلى عنها.
يعطيك العافية يا جاسر. كيف الشغل؟ أيوة هيك اشتغل. يزن تعال جاي تعال. وين لهسه؟ كنت عند ناجح يا أبا بدي أرجعه للبيت. ومين طلب من حضرتك تروح له؟ أنا ما حدش طلب مني، بس بتعرف أنه أنا خدماتي، بس أنت عارف ابنك راسه وناشف وما برد أحدا. طالما عارف هالحكي ليش تروح له؟ كيف تترك شغلك بدون ما استأذن؟ أنتوا رايحين تجلطوني؟ ليه أنت بدكم تظلوا أولاد صغار؟ ليه أنت بدي أظلني تعبان معكم؟ شو هالعيش اللي بتقصر العمر؟ خلص زقت فكوا عني. وين رايح يابا؟ ما حدا يسألني وين رايح. لما تكبروا وتصيروا بني آدمين وتفكروا بعقل ساعتها بتسألوني. عجبك؟ عجبك اللي صار؟ كله من تحت راسك؟ مش مشكلة، بتفشش بتفشش أبوي، إحنا غالين عليه كثير. غالين؟ طيب روح غير، روح غير وعلى شغلك بسرعة. طيب طيب، ما بدك تعرف شو اللي صار بينه وبين ناجح؟ بديش أعرف إشي، روح. أسوي لك نسكافيه؟ حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. خلص رايح رايح رايح. يا اختي يا ميت، اهلا وسهلا. شو هالمفاجاه الحلوه؟ تفضلي تفضلي، اوعي تكوني زعلانه ولا شيء. لا شنتك مش معك. اهلا وسهلا، جاكيتك حلو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. مالك يا اختي؟ في اشي محتاجه احكي بس مش قادره. وليش مش قادره؟ بس اقول لك، هلا بعمل لك فنجان قهوه وبتحكي على كيف كيفك. لا 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 بلاش القهوة، سلميلي على أبوي وصالح. وين رايحة؟ ما بصير، اقعدي. معلش صار لازم أطبخ، أصلاً أنا كنت جاية أسلم عليك وأضل رايحة. لا صدقيني ما بتمشي من هون غير لتحكي اللي ببالك. اقعدي اقعدي اقعدي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. قال إيش الأخ عاصي؟ زعلان كثير 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 وحامل كل هموم الدنيا على كتافه. قال ليش؟ عشان في أخ من إخوانه زعل وترك البيت. وما عرفت ليش؟ وانت شو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ ما انا رح اكون واحدة منهم. يا سلام، واحدة منهم؟ مش لما تصيري انت واحدة منهم. طيب يا اخوي، بس مش شايف انها غريبة؟ نهيل تزعل واحد فيهم؟ نهيل طيبة كتير وقلبها كبير. لا 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 طيبة ولا اشي. اسأليني انا بشؤون المرأة. وانت شو عرفك؟ بتعرفها شي؟ نعم، اي انا بحلل المرأة على السمع. ما تلوم نهيل، نهيل ما غلطت، ابني اللي طول عمره غلط في غلط. وش رح تعمل معه يا صاحبي؟ مش عارف، لا عارف، خليه يروح وين ما بده، ما بدي اياه. الله يسامحك ابو جاسر، ما كانش لازم تضربه. طلع خلقي يا ابو صالح، بس انه اللي غايظني اني اول مره بمد ايدي على واحد فيهم. عمري ما مديت ايدي على واحد فيهم، طول عمرهم بتقاتل وبتزعل وبرجع بالصالح وبقول اولاد قلوبهم بيضة على بعض. بس اني امد ايدي على واحد فيهم عمرها ما صارت معي. يعني طول عمري بصرخ بزعلهم في الاخير بسمعوا كلامي. اما اضرب واحد فيهم عمرها ما صارت معي. ما تزعل حالك، كل اشي بتصلح. انا مديت ايدي عليه غصب عني يا ابو صالح، زودها. ما كان في قدامي حل ثاني. أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. من زمان ما سرت معنا. يا نايم يا سهران برا. في موضوع مهم جدا بدي أحكي معك فيه. بس لا تنكد عليها. الله يسامحك يا أمه. بالعكس، أنا بدي أنفذ رغبتك وأتجوز. تتجوز؟ بعد ايش؟ ما نوال انطلبت وانقرت فاتحتها. يما نوال ايش؟ نوال انا اصلا شايلها من مخي من زمان. انا لو بدي اياها كانت اتجوزتها من زمان. انا شفت واحدة ثانية. واحدة ثانية؟ مين هي؟ ما بتعرفيها. ابوها فران واخوها بيشتغل محاسب. وانت كيف عرفتها؟ مش مهم يما، المهم اللي عرفته عنها. وشو اللي عرفته عنها؟ كل خير يا امي، حكيت معها ووافقت وما ظل غير نطلبها رسمي.
ناهدة، أنت مش معنا؟ لا، كيف أنا معكم؟ وهذا أحلى خبر بسمعه. الست ناهدة كانت طالعة مع جاسر اليوم، والأستاذ جاسر زعلان عشان أخوه ترك البيت، فالست لازم تزعل على زعله من ساعة ما رجعت وهي قاعدة هيك. مش زعلانة يا ماما، مش زعلانة، وسمعت كل كلمة عنها وهيب. بده يتجوز بنت الفران اللي أخوها محاسب، طيبة وبنت حلال وموافقة، ومش ناقص غير إنه يروح يتقدم لها رسمي. وأنا من ناحيتي مبسوطة لأخوي حبيبي، ويا رب الله يسعده ويهني. شو ضل بدك تعرفي أكتر من هيك؟ شفت؟ شفت كيف بتحكي معي؟ كأني عدوتها. يما أي هسا فكينا منها، خلينا في موضوعي. إمتى بتحبي نروح لهم؟ شوف، أنا بفضل إنه نروح في زيارة مفاجأة. طب طبب؟ طيب ليش؟ ومن غير موعد؟ ولا بدك نقولهم على الموعد مشان يحضروا حالهم ويلبسوا اللي على الحبل ويحطوا الأخضر والأحمر والأصفر؟ لا يا حبيبي، إحنا منروح طب مشان نعرفهم على حقيقتهم. يما هيك مش حلوة، عيب. أمك اللي براسها راح تعمله، وإنت عقلك براسك بتعرف خلاصك. لك براسك بتعرف خلاصك. طب يكون في علمكم الاثنين ما واحد فيكم رح يعرف موعد الزيارة. أنا إمتى بقول يلا منطب عليهم. أكيد زعلانة، أكيد مش مرتاحة. الدمعة قربت تفوت من عينها. قالوا إيش؟ هي ما بدها تحكي، كبرياءها يعني كرامتها. ولا أبوك عارف كل إشي ومش راضي يحكي. طب ليش ما بيحكولنا؟ احنا مش اهل يعني؟ ولا نسيت يا حبيبي شو عملت عشان خاطرها؟ نسيت قديش ضحيت انت علشان ما تحسسها انها بحاجة لإشي؟ فهمي، وجعتي لراسي. خليها راحتها، تحكي ما تحكي هي حرة. لا مش حرة، مش حرة اصلا. لو بتحكي كان بننصحها قبل ما ينخرب بيتها. ولا بدك اياها ترجع لنا مرة تانية هون؟ صراحتك بتفقع مرارتي، ما بطيقها. يعني مش أحسن ما أقول لك إني خايفة عليها وعلى بيتها وعلى أهلها؟ يا حبيبي أنا صحيح مرات بخاف عليها، بس مش على حسابنا، مش على حساب مستقبلنا ومستقبل أولادنا. ما تخافي عليها، نهيل عاقلي. بتعرف أنا لو محلك ما برتاح إلا لما أعرف شو مالها. بدي أنام. نام 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 وكسب صحة. أصلاً هالصحة هي الإشي الوحيد اللي ضايل لنا هاليومين. قال هاليومين، قال ضايلالنا إن شاء الله طول العمر. ادعي لربك ما نفيدها عشان ما نتبهدل. نام يا حبيبي، نام نام. مساء الخير. مساء الخير. نهيد، بدي احكي لك كلمتين وارجو ما تفهميني غلط. ولادي انا ادرى الناس فيهم، واللي بزعل مصيره يرضى، ومهما كان السبب بدي حياتنا تظلها مثل ما هي. انسي اللي صار، اعتبري يا ستي مسافر، بس بدي منك بسمتك الحلوه اللي دائما بشوفها على وجهك ترجع. مفهوم ولا بتزعليني منك؟ مفهوم. الولاد مبسوطين برا، قومي اقعد معهم. لا معلش، خليهم براحتهم. طيب يا ستي براحتك. كوكو كوكو بالفجرية، الله بيتعالى يا بابا الله يسعدك. ما تغني مستكبر. يا بنتك وستي كمان. ايوه اعود يلا. I like to move it, move it. يلا يلا. I like to move it, move it. 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 I like to move it, move it.
خلينا نام حبيبي. قوم وسع اللي بدي احكي معك. لا واضح انكم صايرين اصحاب وبتتلاقوا كثير. صحيح يابا وانتوا حوالي، بشعر بقوة ما حدا بيشعر فيها. ايش؟ سمعني مرة ثانية شو حكيت؟ أنا بطلت أروح، وروح معاهم وخليهم يشطوا دمك. الحق، الحق يا فايق، أخوك الكهرب. أنا ما ضليتني معه لأنك طلبتي مني. أنا نهبوه. الله وكيلك نهبوه نهب. تعال، اسمع، فوت نكد عليه. ايش اسوي يعني؟ اكيد اللي اتصل فيي قصده يسالني منك. فرج، انا ما بتستر على الغلط. افهم من كلامك اللي بتمنى. شو اللي بتتمنى؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهي ستة. 120 دينار نصيبك. 5000 دينار. المشكلة ما ضل معي وقت. المبلغ مش صغير، هدول 5000 دينار. انت اسكتي وما تتدخليها. الشمس ما بتتغطى بالكف. اي ناجح لحاله ترك هالبيت علشانك، وهي لحالها بخليهم يعني ينفروا منك. اتركيها، واذا بيروح يجيبها لا بعرفه ولا بيعرفني. ترى